أول بداية أحب أشكرهم، أشكركم عشان هذا التقرير الجميل، رجعتونا وراء. بصراحة أحب أشكر يعني شعور الاعتزال، قرار الاعتزال صعب لأي لاعب، وإحنا كنا دائما لما نشوف لاعبين متأثرين. الأول شيء أنت بلياقتك هلا 37، رونالدو 37 يعني، ميسي 7 يعني، ما مش بنزيما يعني، مش العمر صار هلا بعد هو كان. انا بكل امانه يعني كنت قادر اعطي، ولكن شفت الاوضاع ما تناسبني اني اكمل. ما تناسبك كيف؟ ما تناسبني يعني استبعادي من المنتخب فتره. مين اللي استبعدك؟ مدرب؟ المدرب والاتحاد، المدرب والاتحاد كلهم مع بعض يعني. الاتحاد استبعدك؟ الاتحاد شو دخله؟ الاتحاد المدرب. لأن هذا الموضوع أنا ما يعني إذا تكلمت فيه راح نطول في البرنامج، لأن عادي نطور. نطول إذا المدرب يعني كلامه كان في البداية عندي غير، وبعدها تغير كلامه، فاستبعاد هو الكابتن. عارف يمكن لما لاعب يستبعد من المنتخب بدون يعني بدون أسباب مش فنية، لو فنية ممكن تقول قناعة مدرب، في النهاية هو المسؤول بعد أعطاه فترة طويلة في المنتخب وأنا كابتن، تستبعد بهالطريقة بدون يعني في النهاية يقول لك قرار مدرب. احنا عارفين أن كرة قدم فيها قرار مدرب، بس مو بهاي الطريقة يعني. ما لليوم ما أعرف إيش السبب. فالاتحاد أشرحوا لك الاتحاد؟ لا، هم يعطوك يجيبوك من الجانب الأخير، لأن عارفين أن كرة القدم فعلا قرار مدرب يكون. فهذا الشيء يعني انا ما حدا اتصل عليك تواصلوا معك؟ ما في حتى يعني قائد المنتخب انت. هذه المصيبه يعني. احنا لما ما حدا اتصل عليه للاسف، ما حد يعني. هذا الشيء اللي ضايق، ولكن يعني كره القدم انا شخصيا ما استفدت منها في اي شيء الا حب الناس صراحه. انا كنت هالقرار كان صعب بالنسبه لي، ولكن لما شفت الناس يعني اللي حتى الناس اللي ما تعرفك يرسلوا لك مسجات يقولوا لك كلام يعني تحس انه قاعد يدعمونك هنا، الحمد لله ارتحت. الاتحاد ما ارسل لك مسجات؟ والله شوف الاتحاد يعني انا بصراحه يعني تفاجأت فيهم لما كل الانديه انا لعبتها في الخليج وكل وسائل الاعلام في عمان، يعني حتى اللي ما يدخلون في كوره كلمه شكر. فالاتحاد العماني للاسف يعني انا كنت بعد هاي العطاء 20 سنه يعني لاعب، يعني أسوأ شيء لاعب كرة القدم لما يكون ما لو رادوا خاطرك مسك شكرا أحمد بترجع ولا ما بترجع إذا رادوا خاطرك ولا اعتزلت على الهواء؟ لا لا لا، أنا اتخذت هالقرار، هاي بالنسبة لي كان صعب، ولكن يعني هاي سنة الحياة ولا بد منه يعني. فالاتحاد العماني يعني كان أنا كلمة شكر تكفي يعني، فهم تجاهلوا هالشيء، بس الحمد لله يعني الناس عوضتني. وأحب أشكر الجميع، كل المدربين اللي تدربت عندهم، اللاعبين في الأندية، المسؤولين في الأندية، المسؤولين في البلد، يعني بعض المسؤولين يعني ما قصروا، والإعلاميين. فشعور صعب، ولكن الحمد لله يعني هذه سنة الحياة، سنة الحياة ومكسب الناس، حب الناس ولا لا. أنا بعرف تماما الأهل والإخوة في عمان، وأشكركم أنتم ترى حبيبي يعني التقرير ما شاء الله ولا روع. هاي اكيد تخطيطك انت. لا والله ما تخطيطي انا، ما دخلني. طيب الاكيد انه اخوتنا في عمان دائما ناس كلاس، وبعرف انه الوفاء من شيم اخوتنا في عمان، فانا بتوقع انه يصير حفل ايضا اعتزال كبير لاحمد، كان لاعب كبير.